لو في مره ضربته بالكرباج عيا يمشي ضربته مره تخلي قال المدرب قال نفسيته تعبانه بسبب انه حرام هذا يعني اديب يعني يسمع الكلام قال ليش تضربينه قلت له ما مشي معي قال طيب انت حاولي تمسكين اللقام صح انت ماسكته غلط فقال لي يوم ضربتيه حرام نفسيته تعبانه جلست يومين والله ما امزح قال نفسيته تعبانه لانه ما ينضربون الا العنيدين يعني هو حرام يسمع الكلام فتعلمت ان الضرب غلط طيحني صح ايش هذا اللي تسوي لي هذا زينه زينه وين القبعة حقتها؟ موجودة شريت لها قبعة زي عادي خليه يمشي شوي بس بسوي لها هذا دقيقة خلنا نجيبكم قدام عشان تاخذوا لنا ذبحني ذبان ذبحني يلا 1 2 3 دن جاب دن شوف قاعد البسها ازرق من تحت الان التان قص له شعره اقدر لحظه خلني اسوي له ضفير بالله امسكها دقيقه اسوي له ضفير ارجوك انا اسوي افك عادي اي افك له متاكد لا يهجم علي عد يا ابن الحلال خد لحظة لحظة أول شيء بسوي له ضفيرتين من قدام يلا لحظة ليه يروح مني ليه جيبه جيبه يه. ايوه وعلى يهجم علي ما يهجم إذا شديت على شعره بيحس طبعا قول والله إذا شد على شعره تحسين أكيد هو يحس بعد طيب ليه ما يعصب الله أنا قاعد أسوي له ضفيرة لا ما يعصب طيب ما جبت ربل عندك ربلة لا لا بالله عليك بتنفك رقية طب ليش لما الواحد يركض على الخيل بدون لقام يشد من شعره ليه ما يحس؟ يشد من شعره لكن يعوره شوف انا حاسه دائما ان شعره يضايقه يا بقص له غره زي يا بسوي له ضفيرتين دائما ها بالله عليك لو نقص يا جماعه ايش رايكم لو نقص كذا غره مو احلى؟ جيب مقص جيب مقص الحين؟ ايه بقص له غره زي انتقم انا وياه مش موجود ولا ما تبغاني اقص له عشان ما يصير قبيح ها حبيبي خلاص كذا طيب لا ما ابغى هلمت امزح وين الخوذة حقتها؟ جيب الهلمت لا وين الخوذة حقتها؟ جيب الخوذة والكرباج ما استخدمه بس عشان تصوروني متابعيني والطقم كامل هذا هو صح؟ ايه ودي وقع هنا يلا مسك قدام معكم رتان لا اول شيء بلبس الخوذة انا حاسة ان الخوذة كرهها مؤدب اليوم اليوم مؤدب ليه؟ لا تهدينا لا تهدينا طب ليش يسوي لي كذا؟ عادي عادي لا تخافين اتعرف عليك ليه من الان ما استوعبني؟ طيحتين طيحتني طيحتين طيب شوف ايش شريت له؟ قبعة لماعة تعال يلا تعال لا لا وين جاي؟ ليش ليش رجع رجع نفس اول رجع رجع نفس اول يلا تعالي بس شوي بس ختان لا لا وين رايح شوف الخوذة بس اول شيء تخلونه يشمها كذا يا سلام عليك ايوه ايه بعدين تقولون كذا تعرف عليها ما يبغى بس مالك مالك خلي تعرف عليها مره ثانيه يلا إيه. ما يبغى يخاف تعال والله دقيقة طب ما يشوفوا متابعين يدوي ما يبغى ما يبغى